مين ما بيعرف ست أرزي؟ حبيبتي عم تسجل هلأ. عم سجل إيه. وعرفت لأن عم بسمعك على الراديو دايما كنت بالصدفة يعني عم بعرف إنك كثير بتحب السبوحة. تعرفينا كيف تحب السبوحة وليه حبيتيها؟ شو بدك تقولي لها؟ بتقلها للسبوحة إنه هي خالدة، خالدة بقلوبنا ما رح تموت أبدا. شو بدي اقول لها غير انه ربيت عغنينية وبعشقها، بعشق صوتها، بعشق الالحان اللي كانت تغنيها، بعشق روحها الحلوة. دايما بفكر فيها وقتها بتطلع بالمراية بقول وجهي تعبان. كانوا دايما بالمقابلات يسألوها شو سر جمالك الدايم. كنت اقول لهم انا بس فوت تنام بصلي وبنام، ما بقعد بعتل هم شيء. حلو. هلا صرت افهم، بس صار عمري بعد الخمسين. قبل كانوا يقولوا صباح بلا مو، ما بتعتل هم. صرت افهم انه شو يعني واحد يسلم ويتكل على الله. يعني صبوحة كانت كثير قلاوية، كانت تتكل على الله وتسلمه كل شيء بحياتها. بحترم عذابها اللي تعذبته من جوا وكانت ما تفرجيه للعالم. وكل شيء، كل شيء بحبه بالصبوحة. حياتي، قلبي، عمري، من قلبي حبت لبنان والقلعة والأرض وادي شحرور وتراب لبنان. مشان هيك سموكي أرزي؟ لاحظت هون عندك بالمطعم شي حلو كتير. أول شي مناظر روعة، والأحلى من هيك شفت عندك صور الصبوحة، المنيو في عليه الصبوحة، تكيات للصبوحة، كمان أغاني الصبوحة. أغاني شو بتحبي لأغاني؟ كل شيء. قلعة كبيرة وقلبها كبير، قالوا بيروت، كل شيء غنته بحبه. يانا يانا، زي العسل. انت بتغني له شيء؟ سمعتك مرة عم بتغني. كنت غني كتير. ايه، اهلا بهالطلي اهلا. غني لي اياه. اهلا بهالطلي اهلا، اهلا بهالعين الكحلة، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك اهلا وسهلا. ضحكت لك وردة الدار وقالت لك اهلا وسهلا. في شيء كتير، في عندها بصمة معلقة بحياتنا الصبوحة. مثلا امي الله يرحمها، مع انه توفت وانا احنا عمرنا 10 سنين، انا كان عمري، بعدني بذكر انه كانت تقلي ملكة الاناقة صباح تلبس او خاتم او حلق او عقد. هيدا التعجيق مش صحيح. سمبليسيتي في بوتي. كانوا يعني يتمثلوا فيها باناقتها يعني كانوا ينتبهوا لهالاشياء هيدي يعني كثير. وكانوا، خبرتك قبل، كانوا يقعدوا على الدرج بيروت على الجميزه. حلو. ونحن صغار نكون عم نلعب عم يضحكوا، وبعدين يجيبوا الشبكه يقعدوا هيك ثلاثه حد بعضهم، امي وعماتي، يصيروا يقروا ويبكوا، يمسحوا دموعهم، يقروا قصه صباح. اذا فيها شيء بحزن يصيروا يبكوا، اذا في شيء بضحك يضحكوا. يبقى عندهم شغف لصباح. حلو. ست أرزي، انت انسانه ظريفه ومهضومه، انت فدات ونجمه كمان بالحياه الاجتماعيه، بتطلع على التلفزيون كتير والناس بتحبك. يعني ما لقيت حدا ما بحبك إلا كلهم بحبوك. حبيبتي انت، هيدا شرف لإلي. تسلمي حبيبتي. وانا كمان شرف إلي اليوم، شرف لإلي كلوديا انك تجي وتحكي معي. عن جد ما كنت بحلم بيوم من الايام انه بقدر هالقد تكون قريبة من حدا، قريب من صباح. نهار دفن صباح انا كل النهار قاعدة على التلفزيون، صرفت لي 3 علب كلينكس، ضليت جمعة ساخنة. مع انه الصبوحة عاشت يعني، بس الحمد لله انه عاشت حياتها وانبسطت بهالدنيا وتركت لنا ارث كبير، ان كان ارشيفها وان كان انسانيتها وان كان كرمها وان كان، يمكن بتعرفي الانسان بيكتشف الانسان بس يروح اكثر من لما بيكون. 100%. ما بعرف ليه عندها سحر. عندها سحر اكيد. عندها سحر. وانا مبسوطت لها لانه اكيد هلا لقيت عائله، العائله المقدسه اللي هي حاضنتها. اي اكيد. لانه صباح زرعت الفرح وغنت وعاشت حياتها، بس ما كان عندها استقرار العائلي بما معنى انتو اكيد كانت تحبكم كتير، خياتها ولاد خياتها. صحيح. بس ما كان عندها رجال، ويمكن كان هذا حلمها الوحيد انها تعيش ببيت تستقر. بدي اقول لها انه صباح انت عطول عايشه، عايشه بقلوبنا. وحتى اذا متنا ودلينا نسمع صوت ودلينا نسمع اغاني رح تضلك عايشه بقلوبنا وبروحنا وبسمعنا. خليكي. وبحبك كتير.